نرحب بكم في مدارس الوطن العربي في الصف السادس الأساسي لمادة اللغة العربية. سنبدأ يا طلابي الأعزاء بوحدة جديدة عنوانها الشباب قادة المستقبل. تتمحور موضوعات هذه الوحدة عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين الشباب. أرجو منك طالبي العزيز النظر في صفحة 36 لنبدأ معا بقراءة الدرس. مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين الشباب. أنتم يا شباب الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص، فأنتم ابتداء القطاع الأوسع في المجتمع، وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم، والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها إيجابية بعون الله تعالى. ولأن حلمكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحلم. فمستقبل الأردني أمانة نودعكم إياها، لأن الشباب الأردني هم غد الوطن وآفاقه الرحمة. لذا لن نتخلى عن دورنا التنميري لدعم الشباب والحرص على تزويدكم بأدوات المعرفة ومهارات التميز كافة، حتى تنالوا طموحاتكم وتتحقق طموحات الوطن العزيز. مسؤولون عن دوركم بوصفكم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة تترك بصمتها في حركة المجتمع وتوجهاته، فلا نريد للشباب أن يكون مسلوب الرأي لا سمح الله، أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا، كما لا نريد للشباب أن يكون محصور الأفق الاقتصادي أو متمنعاً عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل. فلتشعر جامعاتنا منارات علم وحضارات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق. ولتشعر إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولاً ودائماً. ولتشعر مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاح وتميز. ولتشعر قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياج المنيع. يا شباب الأردني الغالي، اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم، وأنكم من أبرز صناعه، وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية. امضوا في مسيرة البناء والتحديث والازدهار، فالأردن كل الأردن من خلفكم يعطفكم في كل خطوة من خطواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قراءة الدرس سننتقل إلى الأفكار العامة في مصر. الأفكار العامة: الشباب يتحملون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص، وهم أهل لحمل تلك المسؤوليات. 2. يجب العمل على توفير ما يلزم ليقوم الشباب بدورهم. 3. الشباب هم أداة التغيير المؤثرة في مؤسسات المجتمع.